السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في الدرس الرابع من كتاب الإنجليزي للصف الأول المنهج الجديد. سوف ندخل في الدرس الرابع وعندنا هو ك جميع الحروف ننطقها ك. عندنا هنا أولا لدينا كينج ملك. كينج 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 كينج. هناها في الكلمة الثانية كات كات اللي هي قطعة كات. هنا لدينا كات 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 وهو قط. كات 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 كات. كلاود 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 غيم. كلاود كلاود كلاود. كايت طائرة ورقية طائرة ورقية. كايت 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 كايت. كب 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 وهي ثم. أيضا لدينا سوك 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 بمعنى جوارب. بطة داك 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 داك. الآن نقوم بقراءتها مرة أخرى. كينج 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 كينج. كلاود 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 كلاود. كايت 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 كايت. كات 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 كات. كات 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 كات. كب 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 كب. داك 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 داك. سوك 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 سوك. أما في هذه الصفحة find and circle k and k. عندنا هذا الحرف وكذلك هذا الحرف وهنا أيضا وهنا عفوا. هذه هي الحروف هنا ثلاثة وهنا ثلاثة. بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة الحروف بالطريقة الصحيحة. يبدأ من هنا وينزل وهكذا دائما يبدأ من النقطة وينزل إلى أسفل هكذا جميع الحروف. كذلك في النشاط اللي بعده عندنا أول خطوة يعمل خط بعدين ثاني خطوة يعمل هكذا إلى جميع باقي الحروف. كذلك هنا في الأسود في الأسفل الخطوة الأولى ثم الخطوة الثانية الخطوة الأولى ثم الثانية. كذلك هنا يقوم نفس الطريقة. الآن ننتقل للصفحة التي بعدها. عندنا هنا كات. يكتب الطالب كات. أيضا هنا تدريب للطالب يكتب نفس الكلمة. هنا أيضا كاب تدريب للطالب يكتب هنا كاب. أيضا هنا لدينا ساك ساك. طبعا ساك بمعنى كيس. أيضا نكتب هنا تك
تك بمعنى صح، تك بمعنى صح. وهذا هو الدرس الرابع. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الأول لتعم الفائدة.